جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. حدثوني عن الدعوة إلى الله والسفر من أجلها إلى بلدان كثيرة، وباختصار هل الدعوة إلى الله فرض عين أو فرض كفاية أو أنها سنة؟ جزاكم الله خيرا. الدعوة إلى الله واجبة على المسلمين، واجبة على الكفاية، وقام بها من يكفي سقط الوجوب عن الباقي، وبقي في حقهم سنة لمن يقدر عليه، يقدر عليه علميا، وأن يكون عنده علم يدعو الناس به إلى الله عز وجل ويبصرهم به، وأن يكون قادرا أيضا ماديا وجسميا. فالدعوة إلى الله من أفضل الأعمال، وهي عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام، كلهم يدعون إلى الله، وعمل المسلمين انتهزت هذه الأمة، كنت خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والدعوة لها أحكام ولها ضوابط لا بد من توفرها، أهمها كما ذكرنا العلم، يكون الإنسان عالما بما يدعو إليه، عالما بما يأمر به، عالما بما ينهى عنه، قادرا على إزالة الشبهات التي يجادل بها أهل الباطل. هذا أهم شروط الدعوة. من هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني على علم، أدعو إلى ربك بالحكمة، والحكمة معناها العلم، وضع الأشياء في مواضعها. الذي ليس عنده علم لا يستطيع وضع الأشياء في مواضعها. يبدأ بالدعوة في أقرب الناس إليه، في أهل بيته، في جيرانه وأهل بلده، قبل البلدان الأخرى. فإذا كان عنده مقدرة على الأسفار وعلى ما حوله، فإنه أيضا يقوم بما يستطيع من ذلك، لكن الأولى البداية بالأقرب فالأقرب.